فيروس زيكا يخلف حالة من الرعب في أمريكا الجنوبية. في كولومبيا تم تأكيد وفاة 3 أشخاص على الأقل بمتلازمة جيلانباري التي يسببها فيروس زيكا. المتلازمة تصيب جسم المريض خلال 6 أسابيع من إصابته بالفيروس، تشل عضلاته بعد أن يصاب بمشاكل عميقة في التنفس. طبيب كولومبي يقول: عموما وفي كل مقاطعة سانتاندر سنحصي ما بين 25 و30 حالة خلال العام. في الوقت الحالي وخلال شهر ونصف فقط تم إحصاء 30 حالة في المقاطعة كلها. هذا يعني أن الإصابات تزايدت أكثر مما كان متوقعاً. أما في فنزويلا، وبينما يعمل عمال البلديات على رش المساحات الخضراء بالمبيدات الضرورية للقضاء على البحوث الناقل لفيروس زيكا، أعلنت سلطات البلاد وفاة 3 أشخاص على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس. من جهة أخرى وفي البرازيل تعمل السلطات على الجانب التوعوي. نائب الأمين العام للقطاع الصحي في ريو دي جانيرو يقول: الخطر يتواجد في كل ولاية ريو دي جانيرو، لذلك فيروس زيكا يشكل حالة طوارئ بالنسبة للصحة العامة، ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة. الفكرة هنا هي مضاعفة الجهود بهدف زيارة المنازل والتوعية. وتمكن باحثون برازيليون من تطوير اختبار جزئي يسمح باكتشاف وجود فيروس زيكا في أي مريض في غضون 5 ساعات فقط. الاختبار يسمح باكتشاف الفيروس في عينات الدم والبول.